السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. نحن مرة أخرى نلتقي في فصل لغتنا العربية السهلة. kita sekali lagi bertemu dalam pembelajaran bahasa Arab mudah. ونحن الآن في الدرس أو في فصل في الفصل الثالث والعشرين. kita dalam kelas yang ke-23. الحمد لله نحن قد أكملنا، kita telah habis الدرس التاسع، pelajaran yang ke-9 من الكتاب الثالث dalam buku yang ketiga. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نحن سندخل الدرس العاشر، kita dalam pelajaran yang ke-10 hari. الذي له كتاب يمكنكم أن تفتحوا، siapa yang ada buku boleh buka muka surat 48 muka surat 48 muka surat 48 الدرس العاشر. الموضوع اليوم حروف الجر وظروف، حروف الجر وظروف. قبل هذا sebelum itu لعلكم تفهمون الدرس التاسع pelajaran yang ke-9. نعم، أنا قلت لكم بأن الكلمة بأن الاسم في اللغة العربية نكرة، نكرة مثلا نقول غرفة، غرفة 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 بيليك غرفة، وفي آخر ضمتان معناه تنوين، هذا باريس دو غرفة. فإذا جاء ألف لام فنقول الغرفة، الغرفة نقول الغرفة، الغرفة لعلكم تفهمون. نعم، فبينت لكم كثيرا في الدرس التاسع pada pelajaran yang ke-9. في هذا الدرس أنتم تدرسون حروف الجر، حرف مفرد جمعه حروف. من حروف الجر أو من حروف الجر دي أنتارا حروف كجر adalah مثل إلى من با لي مثلا على. نعم، هذه حروف الجر، هذه حروف الجر. فنحن نفهم، نحن نفهم بأن في اللغة العربية لدينا بحاسة عرب الأصل هو ضمة، معناه ضمة باريس حدافة. فالآن أول مرة نحن ندرس بأن شكل أواخر الكلمات معناه باريس pada akhir perkataan يتغير، adalah berubah، يتغير إذا وقع بعد حروف الجر kalaulah dia terletak lepas daripada huruf hijab jar. Wadih. Okey, misalnya contoh. Misalnya نقول هذه، هذه غرفة، هذه غرفة، ini adalah di bilik، هذه غرفة. ثم نقول الغرفة، الغرفة واسعة، الغرفة واسعة bermakna bilik tersebut adalah luas، الغرفة واسعة. ثم نقول أخي أو نقول حامد، حامد في الغرفة، في الغرفة غرفتي، حامد في الغرفة. مرة أخرى، هذه غرفة، ini bilik، الغرفة واسعة، bilik tersebut adalah luas، حامد، حميد dalam bilik، حميد في الغرفة، حميد في الغرفة. لا يمكن أن نقول حميد في الغرفة، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الاسم إذا وقع بعد حروف الجر، kalau kata nama terletak lepas daripada حرف جر nama، فشكل أواخر الكلمات dia punya baris bertukar إلى كسرة kepada baris bawah، فنقول حميد في الغرفة، حميد berada dalam bilik. واضح؟ إذا قلنا حميد في الغرفة، حميد dalam bilik tersebut. لكن إذا كان dalam mana-mana bilik، مثال kita نقول حميد ada dalam mana-mana bilik، فنقول حميد،
حامد نقول حامد في غرفة في غرفتين حامد في غرفتين حامد dalam mana-mana bilik. الأساس أنتم الأساس يجب عليكم أن تعرف معناه إذا كان الاسم محلا بألف لام kalau dah kata nama itu bercantum dengan alif lam فبقيت بقيت في آخر pada akhirnya لا ينون tidak ada baris itu dua tidak ada baris itu dua لا يمكن نقول الغرفتون أو الغرفتين tak boleh نقول الغرفتو أو الغرفتي وفي هذا الدرس أنتم تدرسون بأن شكل أواخر الكلمات شكل pada baris akhir perkataan berubah kepada baris bawah إما واحد كسرة واحدة أو إما تنوين معنو baris dua كسرة ثاني baris dua واضح؟ فالآن يكون واضح إن شاء الله إذا قرأنا الكتاب قالوا كتاب baca buku الآن أنتم تفتحوا كتابكم إلى صفحة 48 muka surat 40 muka surat 84 انظروا نعم نقول في غرفتي اوكي هنا انظروا الاصل انتم الاصل غرفة الغرفة غرفة الغرفة فاذا جاء حروف الجر مثلا نقول في في فنقول في غرفة في غرفة في غرفة نعم تنوين تنوين باريس دو هنا ضمة ثاني هنا كسرة ثاني غرفة في غرفة أما بألف لام الغرفة فنقول في نعم نقول في غرفة في الغرفة فتي نعم معناه ضمة واحدة وكسرة واحدة ستك كسرة لا يمكن نقول في الغرفتين لا نقول في الغرفة لماذا؟ لأن الغرفة الآن محلا بألف لام ada ألف ألف لام فمعناه كسرة adalah ستك كسرة واضح؟ أوكي مثال سبورة أوكي نقول سبورة سبورة ألف لام نقول السبورة السبورة سبورة هنا سبورة ألف لام السبورة سبورة لماذا؟ لأن السبورة الآن مهلم بألف لام على ألف لام نقول السبورة رتو فإذا أردنا أن نقول أتاس بابان أو أتاس وايبورد فنقول على أوكي على هنا نقول على فنقول على على سبورة أو نقول على نعم على السبورة انظر على سبورة على سبورة فإذا كان بألف لام هنا معرفة فنقول السبورة على السبورة على السبورة واضح؟ بمعنى أنتم بمعنى نعم أنا أكرر بمعنى الاسم الذي محلل بألف لام قالوا له كتنا ما برشانت dengan ألف لام هنا برشانت dengan ألف ألف لام فبقيت ضمة أو كسرة واحد معناه ada satu saja أما إذا كان نكرة tidak ada ألف لام فنقول تنوين تنوين معنى berbaris itu dua إما ضمة ثاني إما كسرة كسرة ثاني واضح؟ فمثال أنا أقول لكم نعم نقول قرية قرية adalah kampung قرية ألف لام القرية القرية الآن daripada kampung قرية من قرية قرية من قرية والقرية القرية من أصله من القرية قرية فنقرأ من القرية أو من القرية daripada kampung واضح؟ إذا قلت مثال المدرس من قرية معناه guru tersebut daripada kampung mana-mana kampung لكن إذا قلت
al-mudarrisu min al-qaryati. Maknahu min al-qaryati bermakna min tilkal qaryati daripada kampung tersebut hadha khawas. La'ala kum tafhamu kifa? Faham. Untuk fi hadhihi safhati misalnya qulu nama fi ghurfatin. Naqulu fi ghurfatin wa bi alif lam fil ghurfati. Fil al-ghurfati fil ghurfati. Nah, fi bermakna dalam. Fi bermakna dalam. Au di. Jika pun misal ana fi al-qaryati. Ana fi al-qaryati bermakna saya berada di kampung. Di ya. Au jika pun tu ana fil fasli, ana fil fasli bermakna saya berada dalam kelas, dalam kelas. Fanahnu narasiyab, tengok dia punya dia punya ayat fi huna bermakna dalam ataupun bermakna di. Okey, summa ala, ala bermakna atas. Naqulu ala saburatin, ala saburatin bi alif lam ala saburati, ala saburati. Okey, min daripada. Misalnya naqulu min qaryatin daripada mana-mana kampung. Idza qultu minal qaryati, asluhu min al-qaryati daripada kampung tersebut, min daripada. Min daripada, misal naqulu ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun minal maktabati. Atau ja'a Muhammadun min maktabatin. Maktabatun adalah library, perpustakaan. Panaqulu ja'a Muhammadun min maktabatin, daripada mana-mana perpustakaan. Atau ja'a Muhammadun minal maktabati, daripada perpustakaan tersebut. Okey, mudarrisun. Nah, li mudarrisin bi alif lam lil mudarrisi. Li adalah kepunyaan. Misalun kena guru hadal kitabu li mudarrisin. Buku ini adalah kepunyaan guru. Mana-mana buku atau kepunyaan guru tersebut naqulu al kitabu lil mudarrisi, buku. Nah, buku tersebut kepunyaan guru tersebut. Al-kitabu lil mudarrisi, kepunyaan guru tersebut. Wadah? Okey, misalun akhbar, kita nakulu Al-miftahu li Muhammadin. Nah, li Muhammadin. Atau al-miftahu li sa'ikin. Sa'ikin adalah driver. Atau al-miftahu li sa'iki, kepada kepunyaan driver tersebut. B misalun akhulu kataba Muhammadun risalatan bi qalami. Nah, kataba Muhammadun risalatan, Muhammad tulis surat bi qalami dengan pensel. Mana-mana pensel. Atau mungkin aku dulu kataba Muhammadun ar-risalata, dia tulis surat tersebut bil qalami dengan pensel tersebut. Bil qalami. Wadah? Misalnya aku dulu Qata'a abi lahman bisikini, dengan sikin adalah pisau. Atau dengan mana-mana pisau. Naqulu qata'a abi lahman bisikini. Wa bi adalah min huruful jari, bermakna dengan. Fa fi lughat al-arabiyyati kama qultu lakum nahnu naru al-jumlah, tengok jumlah. Mungkin dengan ma'a ada, misalnya qulu Muhammadun nam dhahaba ila suqi ma'a abihi, Muhammadun pergi ke pasar dengan ayah dia. Fa la yumkin an tarjim, kita tak boleh terjemah satu-satu macam itu, mesti tengok jumlah. Nahnu la budda naru jumlah summa nutarjim ila lughat al-arabiyyati, dan terjemah kepada bahasa Arab. Ahmu shay'in nam fi bimakna dalam, ala bimakna atas, min daripada, li kepunyaan, wabi adalah dengan. Fa fi hadzal kitab yakhi wadih biiznillah subhanahu wa ta'ala idha kana biduni alif lam, tidak ada alif lam, maknahu kasratun wahid, satu kasrah. Nama fa idha kana na al-ismu muhallam bi alif lam, ada alif lam, wa baqiyat kasratun wahidatun, ada satu kasrah. Wadih misal naqulu fi ghurfatin, nama kasratani dua kasrah, tidak ada alif lam. Wa fil ghurfati adalah satu kasrah, maknanya fi
الغرفة في الغرفة غرفتي واضح؟ نعم لعلكم تفهمون. أكيد ثم الآن ظروف. نعم في الحقيقة حروف الجر كثيرة banyak حرف جر لكن نحن نأخذ أساس kita ambil sebagai أساس saja في على من لبا ثم الآن كظروف ظروف كمفرد جمعه ظرف نعم ظروف المفرد جمعه ظرف مثال في هذا الكتاب وراء وراء adalah belakang وراء adalah belakang نعم وأمام أمام adalah hadapan فوق فوق adalah atas فوق adalah atas فهمتم إذا مثل القلم نعم القلم على اليد atas tangan لكن إذا كان هكذا فوق فوق اليد فنقول السماء السماء فوق رأسي نعم فوق رأسي atas kepala المصباح المصباح lampu فوق نعم فوق المكتب atas meja معناه bukan atas macam ini atas فوق نعم تحت adalah bawah تحت apa bawah نعم مع بersama مع بersama مثال نقول المدرس الآن مع مدير المدرسة المدرس الآن مع guru sekarang مع bersama dengan مدير المدرسة bersama dengan pengurus atau pengetua sekolah indah yang kita kuliah indah di nama di sisi di misal nak kuliah al-qittu indal babi al-qittu indal babi makna kucing tersebut indah al-babi di sebelah pintu fanaro jumlah tengok pada jumlah wadah ok marah lalu bro waro'a bimakna belakang waro'a adalah belakang au nakulu khalfa waro'a au khalfa depan amam nah atas fauqa wa bawah tahta wa ma'a adalah bersama. Nah, al-ismu alladhi ya'ti ba'da huruful jari. Kata nama yang datang lepas daripada huruful jari. Wa ba'da zarfin atau ba'da zuruf dan lepas daripada zuruf, lepas daripada wara'a, amama, labudda an yakuna atau yakunu kasra atau yakunu majrur adalah majrur bil kasrati dengan baris bawah. Okey, misalnya kita contoh ha. Huna mudi mudirat. Okey, misal apa tu? Misal ghurfatun aidan. Misal nasul ghurfatun. Ha, ghurfatun. Ghurfatun al ghurfatun. Ghurfatun al ghurfatun. Fa idza arana an naqula depan bilik. Naqulu amama. Nam amama al'an amama. Amama ghurfa. Amama ghurfatin. Amama ghurfatin. Amama ghurfati bi alif lam banaqulu amama depan ke amama al ghurfa al ghurfati amama al ghurfati wadih nam amama ghurfati huna ghurfatun nakiratun huna al ghurfa adalah ma'rifatun adalah bercantum dengan alif lam khas fanaqulu amama al ghurfati amama al ghurfati wadih. Okey, misalun akhir. Okey, naqulu rajulun. Rajulun pemuda. Rajulun bi'ifna naqulu ar-raju. Naam. Ar-raju, ar-rajulu. Ar-rajul. Fa'an nuridu an naqula belakang. Fa naqulu wara'a al-an rajulun yatawajjal shaklu akhirih yatawajjal adalah bertukar. Nak keluar waro'a waro'a raju rajulin. Okey, waro'a rajulin au huna aqulu waro'a okey waro'a ar-raju waro'a ar-raju ar-raju ar-rajuli waro'a ar-rajuli bi alif lam waro'a ar-raju ar-rajuli. Wadih. Okey, misalnya nama naqulu kerusi tersebut depan whiteboard bila arabiyah ti fanaqulu al kursiyu amamas sabura saburata atau saburati amamas saburati alif lam saburati lakin kalau depan mana-mana whiteboard naqulu al kursiyu amama sabura saburatin amama saburatin lakin kathir ki fil jumlah insyaallah mustaqbal dalam jumlah nahnu nasta'miluna al-isma
المعرفة معناه اسم ين على ألف ألف لام بعد حروف الجر وبعد ظروف. واضح؟ أكيد مثال كي هنا نقول مديرة وراء وراء مديرة بألف لام وراء المديرة وراء المديرة أمام سبورة أمام سبورة بألف لام أمام السبورة أمام السبورة واضح؟ نعم نقول مثال مدرس مع مدرسين مع مدرسين بألف لام مع المدري مع المدرسي واضح؟ فلعلكم تفهمون بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله هناك شواهد كثيرة مثال كيف في القرآن وفي الحديث نعم كثير جدا كنحن نجد مثال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان نعم كلمتان خفيفتان على اللسان دو كلمة هي خفيفتان ringan على اللسان لسان اللسان لذا اللسان أصله اللسان الآن كلمتان خفيفتان على اللسان على اللسان لماذا اللسان لأن يأتي بعد على بعد حرف جر واضح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ثقيلتان برد في الميزان في الميزان أصله ميزان ميزان الآن في الميزان الميزان كسر باريس بابا في الميزان وحبيبتان دم ديسكوي إلى الرحمن الرحماني نعم الرحمن يتوجه إلى الرحمن واضح مرة أخرى قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واضح. فهناك شواهد كثيرة مثال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال جمع معكم dengan kiri لا تأكلوا بالشمال اسمه الشمال نعم فإن الشيطان يأكل بالشمال فهمتم؟ فشواهد في القرآن وفي الحديث كثيرة مثال نقول بسم الله بسمي بسمي اسمه اسم ما اسمك؟ ما اسم ذلك الرجل؟ لكن نقرأ بسمي بسم الله بسمي لماذا؟ اسمي لأن با بي من حروف الجاري لبدا حروف جاري واضح؟ فلعلكم تفهمون أكي. ثم الآن نحن نذهب إلى صفحة التاسعة والأربعين من سورة 49 انظروا هنا نعم نقول اقرأ وتأمل اقرأ وتأمل معناه bacalah اقرأ bacalah وتأمل dan tadabbur معناه dan ambil perhatian nama الكرسي fil الفصل الكرسي fil الفصل أو fil الفصل الكرسي في الفصل معناه كرسي تسبوت dalam kelas الكرسي الكبير في الفصل الكرسي الكبير في الفصل معناه كرسي besar tersebut dalam kelas الكرسي الكبير في الفصل الكبير الكرسي الكبير في الفصل الكبير بمعنى كرسي yang besar tersebut dalam kelas yang besar. بينت لكم في ماذا في بينت لكم من قبل نقول مثال المدرس جديد المدرس جديد هذه جملة كاملة إن أدلها آيات لنكب المدرس جديد لماذا؟ لأن الجملة هذه جملة تتكون من مبتدأ والخبر لابد مبتدأ من خبر مبتدأ adalah subject خبر adalah predicate المدرس جديد وبينت لكم بأن الجملة تبدأ بمعرفة dengan ألف لام نقول المدرس المدرسون المدرس جديد بمعنى guru tersebut adalah baru واضح؟ إذا قلنا المدرس الجديد المدرس الجديد هذه جملة ليست كاملة آيات ini belum lengkap الجديد الآن ليس خبر bukan خبر لماذا؟ لأن الجديد محل بألف لام على ألف لام فالجديد
nama hiya sifatun untuk mudaris. Maknahu guru yang baru tersebut, guru yang baru tersebut al-jumlah laisa kamilan, belum lagi hadis. Fi al-jumlah al-ula yang pertama, guru tersebut baru. Ada guru tersebut baru. Fi al-jumlah al-thaniyati al-mudarrisul jadidu, guru yang baru tersebut belum lagi hadis. Fa la budda bi khabar. Fa naqulu al-mudarrisul jadidu, misal naqulu muj atau naqulu mumtaz. Naqulu mumtaz. Mumtazun, okay, mumtazun adalah sangat mumtaz, sangat bagus. Al-mudarrisul jadidu mumtazun adalah sangat bagus. Fal'an hadhil jumlah kamilah, ayat ini sudah lengkap. Wadhin. Fal'an nahnu nadrusu huruf al-jarri wa zuruf. Fa fi adasi sabiq, al-khabar, al-khabar antum khabar, munakhaf, khabar. Nah, khabar mufrad ke satu saja. Jadidun, mumtazun, kaslanu, mujtahidun, nasyitun. Fal'an, al-khabar, yumkin, yabda' bi harfi jarin, atau yumkin yabda' ke bizu, bizafin. Okay, nak kulu, al-mudarrisul jadidu, misalnya, al-mudarrisul jadidu, nak kulu fil, nak kulu fil fas, nah, fil fasli al-mudarrisul jadidu fil fasli. Di mana antum? Aslu hadhihi jumlah, dia punya asal jumlah ini adalah al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fas fil fasli. Wadah? Al-mudarrisu fil fasli. Di mana guru tersebut dalam kelas tersebut. Aw naqulu al-mudarrisu, nah, al-mudarrisu naqulu amama depan. Okey, amama as-sabu. Nah, nakul amama as-sabura, amama as-saburati, amama as-sabura roti. Maknahu guru tersebut depan whiteboard. Al-mudarrisu amama as-saburati. Wadah? Bimana al-mudarrisu huwa mubtada wa amama as-saburati huwa khabar. Hadhihi jumlah kamilah, ayat ini sudah lengkap. Wadah? Fa'al-jadidu, nantum al-jadidu huna huwa sifat, sifat li al-mudarris, sifat kepada guru. Fanakulu al-mudarrisu al-jadidu fil fasli. Fal'an nahnuridu sifat kilil fasli. Kepa nakulu al-mudarrisul jadidu, misalnya nakulu al-mudarrisu al-jadidu al-mudarrisul jadidu fil fasli, dalam kelas fil fasli yang luas. Misalnya fil fasli al-wa al-wasi, al-wasi'i. Nakulu al-mudarrisul jadidu fil fasli al-wasi'i. Di mana guru yang baru tersebut dalam kelas yang luas tersebut. Aslu hadhihi jumlah al-mudarrisu fil fasli. Asal jumlah ini adalah al-mudarrisu fil fasli. Fa al-jadidu sifat, al-wasi'i si sifat. Al-jadidu sifat lil mudarris wa al-wasi'i sifat li al-fasli. Wadah limalah? Lianna munaka dhamma, baris depan, baris depan. Kasrah, kasrah. Kasrah, baris bawah, baris bawah. Ma'rifatun, ada alif lam. Ma'rifatun, ma'rifatun, ma'rifah, ma'rifatun. Fanakulu al-mudarrisul jadidu fil fasli al-wasi'i, dalam kelas yang luas tersebut. Wadah? Okey, fal'an ke nahnu nadau sifat ili sabura. Nakulu al-mudarrisul jadidu amas saburati, saburati, misal, saburati yang yang besar. Kenapa nak guru? Amama as-saburati al-kabirati. Dimana? Lianna as-saburah muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Fa'al-kabirah aydan mu'annas. Kenapa nak guru? Al-mudarrisul jadidu amama as-saburati al-kabirati. Ma aslu hadhihi jumlah? Apa asal jumlah ini? Asalnya al-mudarrisu amamas saburati, al-mudarrisu amamas sabura saburati. Wadid? Fa'yajibu alikum an ta'rifun ki hadhi asya' hadha asas ki fi lughatil arabiyati. Limada? Kama kultu lakum ki fil madi bi anna al-lughatil arabiyata nam, lughatun wadihatun, lughatun jamilatun. Fa syakla, syakla, huna syakla adalah baris. Syakla fi awakhiril kalimat, pada hujung kalimat. Nam, yuwayiru makna, yuwayiru makna jumlah, tukar makna jumlah. Antum satu faham, insyaAllah, musakbar kathiran, akan faham banyak pada masa akan datang.
لا يمكن نقول بالعربية المدرس الجديد خطأ أو نقول المدرس الجديد أمام السبورة الكبيرة خطأ أو أمام السبورة الكبير خطأ. لماذا؟ لأن السبورة مؤنث وكبير مذكر، فيجب عليكم أن تفهموا بتفهم مذكر مؤنث. مذكر مؤنث نكرة تلك الألف لام نكرة مع نكرة عام ومعرفة أدلة خاص. يجب عليكم أن تعرفون كيف نضع شكلا باريس باريس أم هناك ضمة واحد satu dhamma baris depan atau dhamma tadi ataupun dua baris atau nakulu kasratun nam kasratun wahidatun satu kasrah atau kasratani dua kasrah. Limada? Lianna hadil umur atau lianna syakla fi awakhir kalimat adalah bertukar, selalu bertukar dalam bahasa Arab. Fa idza ghayyarna syakla, kalau kita tukar ke baris maknahu yatawayyar, dia punya makna adalah berubah. Wadih hadha? Kita lagi wadih di Al-Quran, nakulu innama yakshallah min ibadihi al-ulama. Fa fil Quran innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Idza ghayyarna mithal innama yakhsha Allah, fa nahnu nughayyir ma'na Quran, tukar ke ma'na Quran wa ma'na ghayr munasib wa ma'nahu adalah khata, adalah salah. Fa hadha muhimun, adalah sangat penting. Wadih? Okey, summa al-an misalna qulu al-kitabu, naqulu al-kitabu 'ala al-maktabi. Nama الكتاب القديم على المكتب، buku yang lama tersebut على المكتب على atas meja. الكتاب القديم على المكتب الجديد، nah buku yang lama tersebut على المكتب الجديد ada atas meja yang baru. Wadih? فلعلكم كي تفهمون فيجب عليكم أن تراجع nama وأنتم تسمعون جيد. Okay, dengar elok-elok. ثم أنتم تكتبوا الواجبات، tulis wajibat. Nah, tulis wajibat. Tamarin kifi hadal kitab dalam buku ini ya. Alladhi yasma'u awla al-talib al-jadid, yang baru dengar misalnya awal marad yasma'u hadal dars, yajibu alikum an tadhab ila al-darsil awal, pergi pada pelajaran pertama. Wa antum tasma'una silsilata durus luatan Arabiyati, daripada pelajaran pertama sampai pada pelajaran yang akhir. Wadih. Fa alladhi laysa lahu kitab, siapa yang belum lagi ada buku, mau dapatkan buku, yumkinukum an tursilu wasp WhatsApp ataupun antum tatasinu nabi hadarokmi 0199354122. Fa nahnu natawakkafu huna insyaAllah, nastamiru fi al-fasli al-qalim biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Natawakkafu huna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.